بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الجهل البين ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زفر فقلت له أعوذك بالله يا بتا من الزعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمان فغطني فآتيته بالكساء اليمان فغطيته وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأن البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت الله ساتا وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا كرتين وسمرت فؤاد فقال يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كنا رائحة جد رسول الله فقلت منا جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتحذنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال عليك السلام يا ولد ويا صاحب أوزي قد زند لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت الله ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا ولد ويا قرتين وسمرت فؤاد فقال لي يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتحذنوا لي أن نكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتحزنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي وسيدي وخليفتي وصاحب لوائك أزند لك فدخل ولي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتحذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء.
قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكسام فلما اكتملنا جميعا تحت الكسام أخذ بي رسول الله بطرفي الكسام وأومع بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واسبنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مسيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكسام فقال عز وجل لهم أهل بيت نبوتي وما دين رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتحزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا ليدلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تحزنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد زنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكسام اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أقبلني مع الجلوس هذا تحت الكسام من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبنا إلا نزلت عليهم رحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا بالله فضنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال النبي ساري يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جم من شيتنا ومحبنا وفيهم مهموم الله وفرج الله هم ولا مغموم الله وكشف الله هم ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن بالله فجرا وسودنا وكذلك شيتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم